FM. الكلمة ليك. مستر تيك. على سلامتكم، مرحبا بكم في المستر تيك. نحكيو اليوم على الماك بوك برو لاخر الاتجاهات نتاع الشركه الامريكيه ابل. اليوم نحكيو على ايكيب من عند اي فيكسيت اللي عملت التيست بالنسبه للبي سي هذايا ولقات المشاكل الكبيره خاصه من ناحيه التصليح. اليوم عطاو نوت 2/10 بالنسبه للماك بوك برو من ناحيه التصليح من عند اي فيكسيت. وهنا نحكيو على برشا مشاكل اللي ممكن تتحل على الشركه الامريكيه ابل. ابرسنا نجم نحكيو على منافسه كبيره تنجم معناها تربح منها المايكروسوفت بالنسبه لل سيرفاس برو الجديد نتاعها، تربح المنافسه هذه اللي هي المنافسه ديريكت. خلينا نقولوا بارابور المنافسات الاخرين. نحكيو اليوم على دو بي سي جدد من عند ابل ومن عند مايكروسوفت اللي ممكن بعد الرابور هذه الاخرين من عند اي فيكسيت. نحكيو اليوم على مشاكل كبيره من ناحيه التصليح اللي ممكن باش تخلي مايكروسوفت تستغل الفرصه هذه وتنجم تتطور. ما فيش ايدي خفيه زعما؟ ممكن في ايدي خفيه، ممكن لا حتى هما لوبيات هكاك ما نعرفوش عندهم لوبيات ولا لا. 2/10 الماك برو صعيبه شويه، 2/10 من ناحيه التصليح مش من ناحيه الكاركتيرستيك. نحكيو التصليح صعيب على الاخر بالنسبه للماك برو، الماك بوك برو دونك صعيب على الاخر البي سي تصليحه هذايا. دونك مالوريزمون اليوم نحكيو على رابور اللي اكثر من رابور خرج على دي برودوي الكترونيك موجودين كو سوا من عند سامسونج ولا عند هواوي ولا حتى من عند ابل. نحكيو اليوم على هواوي واحنا ما بعدناش برشا. هواوي مات ميت 9 اللي هو تليفون جديد باش يخرج الايامات الجايه، تم نشر الصور على الموقع نتاع سيومي موبايل. دونك اليوم نحكيو على التليفون هذا اللي باش نلقاو فيه دي كاركتيرستيك حلوين برشا. اول كاركتيرستيك نحكيو على الكاميرا نتاعو اللي تكون دوبل من عند شركه لايكا الالمانيه. برشا نحكيو على فلاش دوبل ليد بالنسبه للكاميرا نتاعو مع الاوتو فوكس لازر. برشا نجم نحكيو حتى على البروسيسور نتاعو من نوع كيرين 960، وكيف كيف زاد نحكيو على ليكرون نتاعو باش تكون بالديمونسيون تاع 5.9 بوس ريزولوشن فول اتش دي مش كواد اتش دي. وكيف كيف زاد نجم نحكيو على اوتونومي قويه برشا تنجم تستحفظ عليه التليفون هذايا. دونك اليوم نحكيو على المشكله اللي صارت الجالكسي نوت 7 خلات بعض الشركات تستغل الفرصه هذايا. يبدو انه الانفجارات بالنسبه للسمارت فون مش بعيد برشا. اليوم وصل حتى للمنسير، واليوم نحكيو على نهار 3/1 نوفمبر في ولايه المنسير صار يعني اكسبلوزيون تاع باتري بالنسبه للسمارت فون. مازلنا ما نعرفوش شنو النوع نتاعو. دونك هذايا الكل صار الانفجار اللي ادى حتى لحريقه في وسط الدار اللي صار فيها الاكسبلوزيون هذايا، واللي بوتيتر اللي خلى العوان نتاع الحمايه المدنيه يدخلوا بالنسبه للموضوع هذايا. دونك اليوم المشكله حتى نتاع الانفجارات وصلت حتى لتونس. في تقرير خاص وفي انجاز تونسي جديد، نحكيو على شاب تونسي اللي عمره 18 سنه اكهو، عمل بروجي جديد نتاع درون في ولايه تطاوين. الطفل يقرا ثلاثيام اني تكنيك في ليسي في تطاوين. دونك الطفل هذايا اللي مغروم برشا توسكي روبوتيك، ولا عمل لي بروجي الكبار منهم للدرون، معناها الدرون هذايا ودي روبو اخرين موجودين حتى في البيبليوتيك نتاعو. هو اللي نحكيو على تشجيع بالنسبه للطاقات الشابه الموجوده في تونس. الطفل عمره 18 سنه اكهو، ان شاء الله يلقى الدعم من عند وزاره التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي. علاش لا، هكاك نجمو نشوفو الطفل هذايا على المستوى العالمي ان شاء الله. في خبرنا الاخرين نحكيو على ناشونال جيوغرافيك اليوم اللي عملت دوكيومونتير جديد واللي مثل فيه بيان سور الممثل العالمي او نجم العالمي فوالا ليوناردو دي كابيو. دونك اليوم نحكيو على بيفور ذا فلوز اللي هو دوكيومونتير جديد يحكي ياسر على المناخ، يحكي ياسر على البيئه واليوم سايب الحراري اكزاكتومون. دونك اليوم سايبته ناشونال جيوغرافيك على اليوتيوب، نجمو تشوفو الفيديو هذايا اللي الفيديو هذايا اللي تقريبا عمل 1.5 مليون تقريبا فيو على اليوتيوب، واللي يحكي ياسر على المناخ. سي نورمال باش يعمل فيو هذا كل خاطر ديجا ليوناردو دي كابريو هو اللي مثل جورناليست بالنسبه للدوكيومونتير هذايا. اي غازي هو فات وكلته الامم المتحده، دونك باش يكون سفير الامم المتحده بالنسبه للكليما للطقس والحاجات الكل. دونك عامله على عامين في بالي جوست. المشكل انه اختيار ممثل بيسكو هو مش فورمي ما يعرف حتى شيء، ما نعرفش انه نجم يعاون بتاتر. دونك ما نعرفوش شنو الاختيار هذا على انا هو حتى باز بيان سور. دونك نحكيو اليوم على في المعرض نتاع الجوله نتاعو ليوناردو دي كابريو قابل برشا باحثين منهم حتى وجوه معروفه كيما باراك اوباما الرئيس الامريكي وحتى زاده البي دي جي نتاع تسلا اللي هو اليون موسك. دونك اليوم نحكيو على فيديو نجمو تلقاوه حتى 6 نوفمبر في اليوتيوب غراتويتمون، نجمو تعملوا تيليشارجمون نتاعكم وهكاك نجمو تتفرجوا في الدوكيومونتير هذايا. اللي فاتت المستر تيك بالنسبه لليوم نجم يعاود يتفرج فيها على الباج فيسبوك نتاعنا راديو كاب اف ام ولا www.capradio.com. كاب اف ام الكلمه ليك.